يلا. هو مؤتمر ما عدناه. تفضل. ليش ليش رحت المؤتمر للتطبيع مع إسرائيل؟ أحسنت أحسنت. ليش رحت؟ نعم، أولا أستاذ قحطان، جتني دعوة أنا بالنسبة لي محامي ومستشار في المعهد العراقي لدعم الفيدرالية. نعم. جتني دعوة من قبل المدعو وسام الحردان. نعم. المدعو وسام الحردان، لأن بعد ما أذكر كذا وكذا، المدعو وسام الحردان، الشيخ وسام الحردان. لا مو شيخ، لا مو شيخ، لأن الشيخ اللي يأخذ الناس بالخديعة، والشيخ اللي يطبع مع إسرائيل، والشيخ اللي ما أنت كنت حاضر بهذا المؤتمر مال التطبيع، وما يستحق أن يلبس عقال. هذا مو شيخ اللي خادع ويكذب ويطبع، هذا مو شيخ. زين، تفضل كمل. أستاذ قحطان، جتني دعوة بأني بصفتي مستشار المعهد العراقي لدعم الفيدرالية، أنه أكو ندوة حوارية ومؤتمر يخص السلام وتطبيق الفيدرالية في المناطق المحررة. ما بيها شيء. بأني سوي الشيخ، الصوت مفتوح لكم، تقدرون تجاوبون على أي سؤال. تفضل شيخ، تفضل أستاذ، تفضل. نعم. أخذت وياي، هياتن على حطتهن، هياتن أمام الشعب العراقي وأمام خوارج. شخذت شنو هذني كلهن اللي أخذتهن، الدستور العراقي والنظم الفيدرالية ومسألة القوانين في تحقيق النظم الفيدرالية وعدم تقسيم العراق. يعني هذني كلهن اللي اختصاص الفيدرالية أخذتهن ورحت. زين ماشي، شنو اللي صار؟ اللي صار وين المؤتمر؟ المؤتمر في فندق رويال. يا بعيني رحت الفندق رويال، أني وأخ زميل إلي الدكتور علاء قال وياك. تفضل. الصوت أستاذ، إحنا نسمعك. تفضل. ألو، إحنا نسمعك. تفضل. لا، مدخلة موسيقى أستاذ قحطان عالية. يلا. الحاصل رحت إلى فندق رويال. فندق رويال هناك جلسنا في صالة الانتظار، جلست ماكو ما طوى 10 دقائق كذا، أجا الشيخ وسام الحردان. نعم. الشيخ وسام الحردان، أنت من طبيت للمؤتمر، شنو كان عنوان المؤتمر؟ قال الشيخ مصطفى هسه شنو كان عنوان المؤتمر؟ دقيقة أستاذ قحطان، أول مرة رحنا إلى فندق رويال. زين. المؤتمر كان في غير فندق، إحنا دريد نوضح حقيقة شلون صارت الآلية. بس اختصر لي الوقت، ما عندي، اختصر لي. أختصر لك. ركبنا سيارات كوسترات، خلونا بكوسترات تحت حراسة مشددة، أخذونا ودونا إلى فندق إيفان. شنو خاط فيكم إيفان. يعني خاط فيكم؟ لا مو خاط فينا، مو خاط حراسة مشددة. أنا قلت لهم راح أروح بسيارتي، قالوا لا، هاي من الناحية الاحترازية الأمنية، وإحنا نعرف الأخوة هنا. منو كانوا وياكم فندق رويال؟ فندق رويال أنا ما أعرفهم أستاذ، أنا وسام الحردان من التقيت في فندق رويال، قال أستاذ كاظم تشرح أن إذا أحتاج هناك، هم هيك قال لي، قلت له أنا الدعوة جتني أنه راح ألقي أكو محاضرة، قال لا إذا أحتاج هناك، وإذا ما أحتاج هناك أنت ضيفنا. يا أهلا وسهلا. زين، على راسي. طلعتوا من فندق رويال؟ طب طلعنا من فندق رويال، ركبنا الكوسترات، رحنا إلى فندق إيفان. إيفان هيك اسمه. نعم. أيه. دخلنا الحراسة المشددة، زين، كلها بوليسية، طبينا على سونار، على مدري شنو، وصلنا تفتيش كذا، تسلم موبايلك، موبايلات كلها تتسلم. أيه.